السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 23 أكتوبر 2021. خدمة ليكيب نتاعي الله يعطيهم الصحة في دلس، هاكم تشوفوا الله يبارك لنا سيرفيس كومبلي. اليوم سمية اللي قامت بالطبخ، وأنيسة وسلمى ونبيلة وسامية هما اللي قاموا بالتزيين، وحدة زينت السلطة، وحدة اللحم الحلو، وحدة الحميس. استغفر الله ربي، هنا ما كانش كاين لحم حلو، هنا ما كانش كاين طاجين حلو. المهم هنا رانا في دلس، راهم البنات في دلس أوبليتو. أنا كنت لو 23 وين كنت، استغفر الله العظيم، فوالا كنت في البراج. هاد الطريق كما كنا في البراج، كنت عند حبيبتي خدمت العرس تاع خوها. ما قدرناش الفيلم باسكو راح تريسيتي وكانت الشتاء، والله المستعان على كل حال. المهم خدمنا عند حبيبتي نسيبة، مبروك عليها على خوها مراد. انا خدمت في البراج في خميس الخشنة، ولا السد اللي تاع قدارة، هذاك اللي سد الحاميز. استغفر الله ربي، كاين سد قدارة فوقه، كاين سد الحاميز. خدمت عند نسيبة، ودوزيام كروب نتاع خالد اختي خدموا في ولاد فايت. الله يبارك، عندنا ثاني ما شاء الله كان عندهم فطور تاع 50 بيرسون، ثاني منو كومبلي تاع منو كلاسيك تاع سيرفيس كومبلي 50 بيرسون، نتوما مشربه لحم حلو شطاده وبوراك. هناني في الطريق تاع دلس، راني راح نجيب البنات باسكو كملت من عند صاحبتي، خليت المجموعه الثانيه رشيده والمجموعه الثانيه في سد الحاميز ولا في البراج كما نقولوا حنايا. كملت طيبت وخليت البنات مع المعن نتاوعي ايتو يكملوا خدمتهم تاع التربيه وتاع لو دريساج. جيت لهنا في الطريق، امطار الله يبارك، امطار اللهم صيبه النافعه، اللهم اجعلها امطار خير يا رب. ربي يعطيكم كامل ما تتمنوا ان شاء الله يا ربي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا جايبين باش نجيبوا البنات مساكن شبعوا تمرميده، باسكو الدار اللي كراوها الناس صحاب العرس هابطه بزاف شجر قدام البحر، وفيها واحد الطلعه فينالمون كانت بعيده بزاف الحاله. وباش خرجوا قعدوا يستناو في المعن، راكم تعرفوا المعن لازم يتعسوا باسكو حطوهم المعن على برا، قعدوا يعسوا فيهم في الشتاء هذه. الله المستعان على كل حال، يعني الله يجعل يسمحوا لنا البنات ان شاء الله الخدامين. الله غالب، ماشي انا درتها بيدي، الله المستعان على كل حال. ويعطيهم الصحة كي وقفوا لي وكي قاموا لي، ويعطيها الصحة مولاة العرس. عيطت لي باش تسقسي عليهم، قالت لي اسكو البنات وصلوا بخير، قلت لها انا راني معاهم برك ما قدرتش نهبط على جلة الزرزيقة تاع الهبطة هذه كيتو. شوفوا الله يبارك ما شاء الله تزين، يعني الحمد لله راهم يخدموا الشربة نتوم طيبتهم سومية. قلت لكم تزين كامل البنات، انا ما درتش كامل يدي، انا فقط بعثت البنات الله يعطيهم الصحة بناتي كما يقولوا، ما راهم انا ماماج نفس العمر بصح الحمد لله علمتهم من الالف الى الياء، وراني فرحانة بهم وراني زخ بهم. يعطيكم الصحة البنات، يعطيك الصحة نبيلة، سلمى، انيسة، سومية، راشدة، عيشة، ليكيب كاع كاع اللي خدموا لي في هذاك النهار، خالدة اختي خالدة دو. يعطيكم هذا العرس اللي خدمته خالدة في نفس اليوم، فطور تاع ولاد فايت راكم تشوفوا، دارت متوم شربة وشلاضة، راكم تشوفوا نفس العمل ونفس الديكور. والبنا ما شاء الله يعني الحمد لله يخدموا على يد وحده باسكو تبعوا طريقتي، ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.